تصعد على جافي حسني دعوة كافي تصعد على جافي بالتزوير والبور قائدكم خرافي بالتزوير والبور قائدكم خرافي. نعم لا اعتقد هي الحكومه قاعده تلعب لعبه يعني اعتبرها لعبه قذره ذر رماد بالعيون يعني سوف نحاسب وسوف نقدم الخدمات. ليش ما قدمتوا الخدمات قبل؟ نحن لن نحيد عن مطالبنا. الشعب يريد اسقاط هذه الاحزاب السياسيه الفاسده وخاصه الاسلاميين. الاسلاميين اللي يستسلمون يعني مو اسلاميين هم بل هم جاوبوا وقالوا باسم الدين. لن نحيد عن مطالبنا ونستمر ونطالب بدوله مدنيه تحفظ حقوق الانسان وتحفظ حقوق الشعب العراقي. هذا كل ما طالبنا. زين هذه الاحزاب فاسده اتخذت من الوزارات العراقيه غنائم الاحزاب السياسيه فنهبوا الدوله العراقيه ودمروها. فاحنا نستمر بالتظاهرات حقا تحت المطالب. الشارع انفجر ولن يتوقف. لا احنا هاي مظاهرات ليس لها قياده يعني ما معناته انه هي ثوره شعبيه ما تابعها اي حزب. الشارع انفجر خدمات ماكو كهرباء ماكو مي سرقات. نطالب ايضا بنظام رئاسي بدل بنظام برلماني بدل نظام برلماني هو نظام محاصصه طائفيه فنرفض المحاصصه الطائفيه. حكومه وطنيه تحكم الشعب العراقي وتقدم خدمات غير هذا لا نريد. السلام عليكم. أنا بالنسبة لي أطالب حقي حق رفحة وغير رفحة وامتيازات النواب وامتيازات الحكومات كلها الحكومة والرئاسة الجمهورية والوزراء. أنا زوجة الشهيد كل شيء ما حصلت من الحكومة. إحنا يضحكون علينا نريدهم نطالبهم يطبقون قانون 57 بكافة فقراته مو يطبقون فقرة والله شنو الفقرة الثانية ماكو ميزانية. ميزانية أكو ثروات أكو بس ما أخذيها كلها إلهم وخالين الشعب ميت من الجوع. قانون 57 خط أحمر. احنا حنطلع تظاهره لمؤسسه الشهداء اذا ما اعطونا حقنا راح نطلع تظاهره كبيره بمؤسسه الشهداء. زين والله العظيم والا ناخذ حقنا من عيونهم. رحم الله والدينا. يعني مو وليده الحال هسه من ذكرنا احنا مطالبنا تتلخص بعبر 15 سنة لأن انطينا الدورات البرلمانية المتعاقبة ثلاث دورات ما حصلنا كل شيء. لذلك ثبت أنه النظام البرلماني فشل بهذا البلد لأنه عندنا نظام برلماني وعندنا مجالس محافظات وعندنا مفتشين عموميين وعندنا نزاهة أو كل هاي الهلمة ومجلس أو رئاسة الوزراء ومجلس ورئاسة الجمهورية. بس رئاسة الجمهورية يستنفذ 800 مليار دينار عراقي ما عدا كلها. احنا لو هاي نوظفها كل هذه الاموال اللي تروح وما مستفادين ماكو اي فائده. ولكن تكون نظام رئاسي وليس عودا للديكتاتوري كما يقال وانما يعاد كل اربع سنوات باسلوب انتخاب قانون انتخابي نزيه ونظيف مو هم القوانين اللي خلوها بس لمصالحهم. كذلك المفوضيه من قضاة نزيهين وتحت اشراف اممي لان احنا ما لان قضاءنا ما احترامي ثلاث ارباع او نصه مسيس. احنا نريد قضاء نزيه حتى نحكم انه الانتخابات اللي بدها تجي او اي شيء تجرى بايدي عراقيه نظيفه. هاي اولا. ثانيا احنا نريد كل خيرات العراق تتم توزيعها بشكل عادل على ابناء البلد. هاي اريد القانون سيادة القانون بالبلد الكل ماكو أحد فوق القانون. هذه شلون تحقق؟ تحقق إذا كانت حكومة قوية حكومة ولا أهل العراق لا غير تحقق كل هذه الخدمات بالإضافة إلى أنه العاطلين عن العمل الأرامل الأيتام كلها هذه تجي للمواطن مو طالب مي وكهرباء. تأتي إذا كانت الثورات تدار بأيدي عراقية نظيفة ونزيهة ويكون هناك حق للمواطن بالقانون المشرعة وليس بقوانين السرقة اللي شرعناها كقانون رفحة وقانون الجهادية وغيرها اللي أخذ ثلاث أرباع الميزانية ورواتبهم وامتيازاتهم. وهذه إذا تحققت العراق يكون بخير وشكرا لكم. يعني إحنا نريد اللحظة بعد ما قررت بوسط مدحة المحمود المحكمة الاتحادية قررت أنه انتهت صلاحيتهم. لكن إحنا الشيء اللي ده اللحظة الحكومة ده تحاول هم هذول الحكومة الفاسدين والأحزاب ده تحاول تستغل الوقت تريد تنسي الشعب تريد تدخل البلد في خديعة كبرى.
وهي إعادة نفسهم مرة ثانية، دهوا نفسهم بالإعادة الفرز يدويا وحتى الفرز اليدوي، ثبت أنه كلته خداع وكذب حتى في سبيل يعيدون نفسهم مرة ثانية، والقضاء المسيس داعينهم على هذا الشيء. وهذا هذا هذا احنا رافضي، ونقول لهم الشعب واعي وما راح تخدعوه، انتوا تتغيرون وما تريدكم متغادرونه، وانتوا ومجلس النواب اللي كلته مجلس نهاب، اللي الفلوس مالته كلته اللي ينهبهن بالمشاريع الوهميه والرواتب الضخمه والتقاعدات، وهاي كلها تشبع البلد كله. طبعا هو شو وقت عندها سياده الدوله؟ العراق بلد منتهك، بلد مستباح، واللي خلاه مستباح حكومتنا اللي كل مجموعه تنفذ اجنده الدوله من هاي الدول، اللي وخصوصا ايران بالدرجه الاولى محتلتنا، هي وامريكا محتلتنا، امريكا قدمت لنا اياها، قدمتنا لهم على طبق من ذهب وتتفرج علينا، وهي صاحبه القرار الاكبر، مع ذلك مسلمتنا بيد ايران. ايران هي خلت كل الخدمات تنقطع علينا، هي سبب تدهور الزراعه والاقتصاد. وانا اقول لك ليش، هو والعالم كله يعرف، لانه دمرت الزراعه حتى منتجاتها الزراعيه كلها تروجها على العراقيين، وما تخلي كهرباء تصير. كهربائنا قالوا ب 80 مليار حسب بس ما قرينا، تسوين احسن كهرباء بالعالم كله، لكن ما تخليه ايران. وش حدهم يسوون لنا كهرباء؟ ايران تطلعهم، لان هم اذناب ايران، لان هم عبيد ايران. ايران كل سنه تستلم 50 مليار على هاي الكهرباء اللي تدز لنا اياها، هاي الكهرباء التعبانه اللي تروح وتجي، تاخذ عليها 50 مليار دولار بالسنه، وهذا كلام خبراء وكلام من بينهم طالع. لعد هاي احنا، وبينما هي 80 مليار تسوي لنا احسن كهرباء بالعالم كله، لكن هم كل سنه ياخذون 50 مليار دولار على شنو؟ صار ال 14 سنه. شنو هالظلم هذا؟ ماكو دوله بالعالم، ولا حتى العالم كله تتركنا، عايفنا يتفرج علينا. احنا مو بس حكومتنا تصطهدنا، احنا لهالشعب، حتى العالم كله يتفرج علينا. قبل مره يطلع بوتين يقول انتم الشعب العراقي حرشتونا لان تعيدون انتخاب الفاسدين. والعالم بعد انحرج، شلون يساعدكم؟ انتم اللي اذا تنتخبهم. بس خلي يجي بوتين ونقول له، خلي نفهم ان نعطيه مثال كبيره، شلون احنا هم اللي يعيدون نفسهم. خلي يطلع على قانون الانتخابات مال المفوضيه الحزبيه اللا مستقله، شلون يعيدون نفسهم بيها، وشلون التزوير دا يتم بصح النهار. لكن هذه وسب، لكن هذا كلامه، هذا هو مو غشيم، لكن العالم كله تخلى عن العراقيين وحطنا بيد هاي الحكومة الغاشمة، لأن هم اللي يستفادون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا متظاهرين احنا الى ان تتحقق مطالب الشباب العراقي، واقل مطلب احنا اليوم نطالب به هو قانون استثمار العراقي اللي نص على تشغيل الشباب العراقي في المجال النفطي في شركات الأجنبية بنسبة 90% من العمال يكونون عراقيين، و5% يكون كادر هندسي عراقي. لحد الان الحكومه جاي تتعاقد مع عمال من الاردن ومن مصر ومن بنغلاديش، وياخذون يسمون 3000 دولار بالشهر. عندنا ايدي عامل عراقي، لكن ليش يتعاقدون مع عمال الاجانب؟ لان الاحزاب عندها مكاتب تشغيل، ها مكاتب تشغيل تاخذ نسبه ورقتين على كل عامل، فبالتالي ما يفيدها انه يشغل العمال العراقيين. لذلك نطالب احنا اليوم حركه شبابيه من الخريجين ومن العاطلين الضغط على الدوله في تطبيق قانون استثمار اللي شرعه وتم التصديق عليه من قبل البرلمان والمحكمه ورئاسه الجمهوريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا نعتب على الشباب العراقيين، مع الاسف نعتب على الشباب العراقيين اللي مالين القهاوي نرجيله وريال مدريد وبرشلونه، وتاركين بلدهم هذه ينباع من ناس خونه صنعهم الاجنبي وسرقوا البلد. احنا شايلين هم ذول الشباب وهم ما شايلين هم نفسهم. هذه حاجه سلبيه جدا جدا ومعيره بالنسبه لكل شباب العالم، يعاير بها الشباب العراقيين. مو معقول احنا نوقف هنا بالساحه نطالب حقوقهم ونطالب بخبزه بكرامه للعراقيين، العراقيات ياكلن بالزباله من الزباله. المفروض انتم غيراتكم تنزلون قبلنا للشارع، لان انتم طاقه، كل شعوب العالم انبنت على الشباب، المفروض تتحرك غيرتكم على هذا البلد اللي مبيوع كل مخابرات واجهزه العالم تسرق وتقتل بهذا الشعب، بس الشعب العراقي ما موجود.
من سقوط النظام لحد الان. انا عباس خالد جبر عرار الشويلي في مدينه الصدر، من سقوط النظام لهذا اليوم شارع تبلط، مستشفى انبنت، عوائل استشهدت، نسوان اتطلقت، هجمتوا بيوتنا يا اهل العمايم يا اهل الساده، قالت مرجعيه وحشت فلان. بس نريد نفتهم من يمكم يا شارع اللي تبلط، خلينا نروح نزوره، عيد اروح ابوسه. يا مستشفى للبنات خلينا نروح نزوره. هاي واحد، انا رجال عطال بطال ما بجيبي 1000 دينار. هسه اذا اروح انا للبيت شي قل لهم لعائلتي؟ ما عدي ابن المالك يا خذين، لو ابن اياد علاوي، لو شيوخ. هاي وحده، انتم لا ترجعون العالم، مفصولين على العقود، عندنا اخواننا ما ترجعونهم. انتم مش تردون حاطين هسه هذول عمود تشاجر وياهم، عمود يضربونك ويقتلونك، يقول لك ذول مندسين، تقعد وتسكت ما حد يباوع عليك. نسواننا طلقت، ترى نسواننا طلقناها، بيوتنا بعناها، ما عندنا شيء، ما املك 1000 دينار ما املك. زين قولوا لي يعني شو تريدني؟ لا اسلب، وطلعونا على خط الاحمر على السومري، تقول هذا شخص مندس ومو خوش ولد ومو شريف. زين بس فهمونا يعني شلون، انا هسه عمري مولد 84، يعني عمري 32 سنه. زين انا عمري 32 سنه وكلش ما مستفاد من حياتي، شو استفاد بعد انا؟ قل لي شو وقت يعني؟ ذول الخليج تحجون عليهم، الخليج بعد ما ذابته امه انحسب له راتب. يعني يطلع ابن باشا يبدل وعقاله وشطفته، واني ابن الخايبه ابو مصمود ما حد يطي ليش يعني؟ بس اريد افتهم مباو علي بالعراق. انا هاي حكايه ومسؤول عليها، هاي حكايه ومسؤول عليها. بس اسمع، دول الخليج ايران حاطه مو بس العمق، توصل الى حصتها لها، امريكا تاخذ حصتها، دول الخليج السعوديه قطر الامارات تاخذ حصتها. زين انا ابن الوطن ايش وقت تاخذ حصتي؟ تاخذ من عندي 2000 دينار مال الحصه. ايش تعطيني؟ تعطيني بس زاهي، لو تعطيني خاصر ماكو ذني، ايش تعطيني؟ تعطيني شاي؟ ها؟ وتقول لي الشهر اللي يجي عود اعطيك التمن، وهم اعطيك 2000. زين انا ما عندي 2000، خل تعطيني حص. صدام حسين كنا نحكي عليه، كان يعطينا غذائيه كامله، حتى دجاج يعطي، حتى موس مال موس مال تزيان كان ابوي الله يرحمه يعطيهن له. خوش هسه انتم لا شخاط لا دجاجه، وتاخذون فلوسها من يمنا. بس فهمونا، شعب انذب روحنا بنبوق، وتقولون احنا شعب اهل غيره، احنا شعب اهل نوماس. ما هاي وحده، وشكو واحد من 2003 لحد الان بالسلطه مو شريف. شكو واحد بالدوله ولا عراقي ولا يتنامس. هذا العبادي، هذا العبادي جنسيته عنده جنسيتين، وانا اريد اروح اتعين اقول له الا ابوك عراقي وامك عراقي. اروح انا اقول له عندك شهاده؟ اجيب له الشهاده. اه والله ماكو شو اسمه تعيين. زين وين اروح انا؟ للاحزاب. وين اروح؟ للاحزاب. يعني شلون انزع؟ اشريد تحرق روحك؟ يقول لك مخبل، تشنق نفسك؟ يقول لك شغلك نفسي. وين تروح غير تقولوا لي وين تروح؟ وين تروح؟ للاحزاب الفاسده. زين انتم يا الدوله يا شيوخ العشاير، يا الله يا الناس رحمونا، هذا شعب يطلع لهنا بعد شوية يضربونك بيمين ويقول لك هذول مندسين. زين انت مش وقت، مش وقت هسه مو كافي، مو كافي، مو ملينا من 2003 لحد هاي الام. قالوا لي بس قالوا لي مستشفى بنت اريد اروح لها انا. هاي شوف هاي اصابعي انضربت، وبالدولة العراقية رحت عليهم اقول الخيط مال شو اسمه مال العملية اشتري من برا. زين انا اشتري مال العملية من برا والطباس ب 3000 و5000 دينار.
زين انا ما عندي 5000 لا بس زين انا ما عندي 5000 بس ما انا ما عندي 5000 وين اروح ابوك لا هم هذا اللي يردونه هذا اللي يردونه وشكو واحد صاحب عمامه شكو واحد صاحب عمامه مو شريف اللي اذا هو شريف لا يبقى بالدوله ويجي يقول نطلع على الدوله وخلي وش يصير خليه يصير كافي مليانه احسن احسن كافي بطل 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 اقول هسه لهنا هذا المواطن العراقي الشريف شفتوا انتو نزع ملابسه والتجاره وش اسمه انا بس ارد اقول له الحيدر العبادي انت شنو رئيس وزراء لو خرده اذا خرده حتى دا نعرف زين انت عندك وزير التجاره فاسد ابن فاسد وعليه 100 دعوه زين 100 دعوه عليه ليش ما تقيله تخاف من عنده تخاف من الحزب ماله هاي واحده هذا وزير الله وزير الله وزير الموارد المائيه حسن الجنابي اليوم اهل البصره يشربون مي وسخ اليوم طلعوها بالتلفزيون مي وسخ يا امه محمد مي وسخ مي جايف زين انت هذا ليش ما تقيله وزيرة الصحة هسه المواطن يقول لك ما عندي خيط مال عملية زين انت شنو تروح انت تسوي لنا نعل بت 9 مليار زين 9 مليار لا تبحث بالدعوة مال 50 واحد زين هاي واحدة هذا الاخ حبيبي قصر بجمع دولة فاسدة من الراس لجوه مدراء عمي فاسدين كلها محاصصة واهم اهم شيء بالفساد هي الاحزاب 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 ماكو هاي الاحزاب هسه هذا يريد يتعين المواطن يريد يتعين يقول لك ماكو تعين اذا يروح للاحزاب يعطي دفاتر شدة يتعين زين شنو هاي منين منين وإذا كان العبادي السيد العبادي عاجز عن أسماء الفاسدين أنا عديت وثيقة كاملة بأسماء الفاسدين طبعاً مو الفاسدين الزغار وإنما حيتان الفساد إذا ما يعرفهم هاي قائمة كاملة عبر قنواتكم الشريفة تنقل للمجلس الوزراء وإذا عيدها أقراها أقراها بس كون تنشرها بس كون على ثقة كلام شرف تطيني تنقلها قبل إلهم اولا نور كامل المالكي طبعا هاي اسماء حيتان الفساد وليس الاسماء الفاسده الزغار اياد علاوي اسامه النجيفي حتى الاعداد مالتهم الاموال عدد الاموال مالتهم موجود عندي اسامه النجيفي عادل عبد المهدي الملقب بعادل زويه مسعود البرزاني برهم صالح نائب رئيس الوزراء السابق هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق نجم الدين كريم محافظ كركوك آخر بوقة إليه 60 مليون دولار أحد حاسبه خلنا نكمل لك فرهاد الأتروشي محافظ أدهوك هانك فرياد راوندوزي سيد عمار الحكيم ما شاء الله عمار كوسوفي العالم كله تعرفه باقر صولاق الزبيدي حازم الشعلان خمطة وحدة حازم الشعلان 1 مليار دولار بوقة وحدة موجودة كلها عندهم فلاح النقيب وزير الداخلية بزمن آيات علاوي خلنا أقول لك إياهم أيهم إسلام الرائي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وزير الكهرباء حاليا صالح المطلق ما شاء الله اموال النازحين كلها عده حيدر المله قاعد بالاردن ومنا تشتغل للجماعه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهوريه ارهابي ابن الارهابي على حاتم سليمان ارهابي ابن الارهابي فلا حسن السوداني الحصه مالتنا تتعرفها بعد حسن السنيت محمد الكربولي مشعان الجبوري
يقول لكم انا فاسد، انا بواق حرامي، انتم ليش ما تكذونه؟ هو بمجلس النواب يقول لك انا فاسد، ليش ما تلزمه؟ خلنا اكمل لك. يقول احنا بقنا راضي الراضي، ما حد يعرف راضي الراضي مدير هيئه النزاهه سابقا. اسالك بالله، مدير هيئه النزاهه يطلع فاسد وحرامي او قاعد بامريكا؟ سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، احمد الجبوري اللي هو حاليا نائب على الموصل، احمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين، سلمان الجميلي وزير التخطيط، ما شاء الله التخطيط كله عده، مال السرقه والمال العام كله عده. عدنان الاسدي سامي العسكري، هاي 32 فاسد. العبادي ليش انت تروح لي على الدرجات الخاصه؟ 50 واحد البارحه مطلع لي عبر القنوات 50 واحد من الدرجات الخاصه، ليش درجات الخاصه؟ ليش ما عندك اسماء حيتان الفساد هاي؟ هاي اسماء حيتان، ليش ما تقدر؟ ليش؟ ما تقدر؟ اعلن للشعب، اعلن للشعب، قول له قول يا شعب انا ترى ما اقدر. والله العظيم مجرد يقول ما اقدر الشعب كله يصير وياه. ويخاف من عمار، يخاف من عمار. اخي العزيز بالمختصر المفيد، الحكومة اللي اجت ويا الاحتلال احنا نتوقع هيك تسوي، تاخذ حقوق الشعب. حكومة فاسدة والوزارات كلها فاسدة. حتى العبادي لا نعول عليه ان يعمل اصلاح ويحارب الفساد، احنا اعطيناه تفويض قبل سنة حتى يحاسب الفاسدين، لكن هو عراب الفاسدين. حكومة قابعة بالخضراء يسمون نفسهم سياسيين، هؤلاء ليس سياسيين، هؤلاء سراق حقوق الشعب. السياسي هو اللي يهتم للشعب، يهتم للوطن، اصلا ما خلوا سمعة للعراق على كل المستويات. قبل يومين صار فساد تزوير بالشهادات مواليد الرياضيين طالعين بطولة آسيا، تزوير بالمواليد مالتهم على كل المستويات. وزارة الصحة فاسدة، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة كلها. فاحنا ما نعول على هاي الحكومة. طلباتنا ليست كهرباء ومي وهاي المسائل، تغيير النظام الجذري. برلمان 350 واحد ياخذون مليارات، والشعب المتقاعد المعوقين، عوائل الشهداء ما ماخذ الراتب. يعني يستشهد ابو الحشد لو الجندي يقطعون راتبه، اكو هيك حكومه؟ التعليم فاشل. زمان كان يقولون زمن الطاغيه كان التعليم الزامي. شوف هسه هذول الاطفال جاي يشتغلون مي مقطر، يبيعون كلينس، يجرلب عربانه. وين اكو مستقبل للعراق؟ ماكو مستقبل، لا حاضر ولا مستقبل. فهاي رساله للعبادي، لا تنظر للشعب بانه غبي، نحن نعرف انتم سراق ليس سياسيين. السياسي هو الذي يهتم بالوطن. خلي تركون المواقع السياسيه اللي تقولون، والبرلمان يجب الغائه. احنا نطالب حكومه انقاذ، لانه بعد نفذ الصبر عند الشعب، نفذ الصبر. حبيبي البارحه طلع حيدر العبادي يطلع يقولهم لي يمه ذول قاعدين الحيتان الفساد، يقولهم اصلاحات ما اصلاحات، من ساحه التحرير نوصل له صوتنا، لا اصلاحات ولا كهرباء ولا مي اريد من عندهم. تغيير الحكومه كلها، شلع قلع، حكومه مستقله، لا نواب لا وزراء، كل شيء مريد من عندهم. تغيير الحكومه، الاحزاب خلي يزمون الباب، احزاب بعد ما اريد نهائيا، اريد حكومه مستقله، حكومه عينها على الشعب، مو حكومه عينها منا ومنا للاحزاب وللجيوب. 15 سنه لا شفنا شيء، لا خدمات، لا امان، لا كل شيء، كل شيء ماكو، لا تعليم، لا صحه. شنو اللي سوته؟ النظام البرلماني سوى، شنو اللي سواه؟ النظام النيابي سوى، شنو؟ محاصصه وكيكه يقسمونها، هم قالوا حنان فتاو قالت هي كيكه كحكه نقسمها بيناتنا، والشعب يروح الى الجحيم، يشترون جزر ويسوون مؤسسات بالخارج، ها؟ والشعب ميت من الجوع، والشعب ما بي تعليم، ما بي صحه، ما بي كل شيء، معدوم الحياه، معدومه بالعراق.
واوصل رساله منا الى النجف الاشرف الى الحنان السيد مقتدى الصدر، نقول له انت عندك معامل حديد، خلي الشعب يعلم وبلبنان تغذي الشعب العراقي ثلاثة ارباع الشعب العراقي، وهذه العامه معامل الكاله هاي مال قيمر، مال قيمر وينها؟ اذا انت تقول شلع قلع زين كلمتك وينها مال الشلع قلع؟ اذا شلع قلع وانت قعدت ويا عمار، شلع قلع قعدت ويا اياد علاوي، شلع قلع قعدت ويا العبادي، شلع قلع قعدت بدري ويا من، وين كلمه الشلع قلع؟ اما تنزل الى الشارع وتكون مواطن عادي ليس قائد، قائد على الحوزه العلميه على عين وراسي ابوك محمد الصدر، بس تنزل الى الشارع مواطن عادي تطالب بالشعب، تطالب بحق الشعب، بس ما تنزل لي قائد وتجي لي ناس تصعد لي كلمه كلمتين، لا يا حبيبي. نطالب من هنا من هذه الساحه من سماحه السيد القائد ان هو الكلمه مالته مسموعه لهم، بس مع كل الاسف الشديد كلمته كانت قبل مسموعه من 2016 الى 2017، هسه كلمته ما مسموعه لان اخذ مقاعد واخذ حكومه، نطالبه من هنا. اما ينزل الى الشارع ويصير مواطن مع الشعب مواطن عادي، اما يقول انا اسكت واقعد ببيتي واقعد، خلي يمثل ابوي يقعد ببيته ويسكت، شعب جاع يطلع لي هنا يجي لي كلمه شلع قلع، شو اسوي بالشلع قلع؟ انا تغيير الحكومه هو طب الخضر حط خيمته، الحكومه كانت ساقطه، الحكومه العراقيه ساقطه بيدي كلها، جريدي حشد سامع مشان بالخضراء من طب، بس هو اطوب اشكل حكومه مستقله، هذول اللي وياك تعالوا قعدوا يلا نشكل حكومه، وهذا الشعب الشعب امتاني كان بالباب، انتوا قعدوا وانا اطوب، شنو انتوا قعدوا عمي شنو انتوا قعدوا؟ شعب جاع، بس شنو نسوي؟ نقول اكو الله. هاي الاندفاع والحماسه الجماهيريه العارمه، خاف يتصورون انه دول يملون، ترى ما نمل ولا نشل ونبقى نواصل الاحتجاج والتظاهر والمطالبه بحقوقنا، حقوق مشروعه، احنا مواطنين عراقيين، احنا مو اتباع، ان حق الشعب هو سيد الموقف، هو سيد السلطات. نتمنى عليك ان تكون تنشر هاي المسألة، وشكرا جزيلا. ما نحكي على السرات قالوا خط احمر الله، نترجم يوم العاشر معناها الثورة الله. نحن نراقب الحكومة والأخبار التي تصدر من مجلس الوزراء، لكن المهمة الصعبة هي التنفيذ، ما توعد به إذا نفذته سيكون هناك احترام من قبل الشعب، أما إذا لم يكن هناك تنفيذ فهذه هي الوعود الكاذبة. التظاهرات هي إحدى الوسائل للضغط على الدولة، وهذه هي المهمة. الدول الجوار هذا من زمان هي تضغط على الدولة، هي السياسة المتبعة في العراق هي مفروضة على العراق، يجب أن تتبع إن كانت من أي جانب من الجوانب، إن كانت أمريكا أو كانت إيران أو كانت السعودية، فهي تخضع للضغوطات الأجنبية، لا يمكن أن تسير نفسها بذاتها. مو بس حاكي وتناشد ثورتكم ضد الفاسد، مو بس حاكي وتناشد، صوت الحق يهز الطاغي من فوق المنبر الله، صوت الحق يهز الطاغي من فوق المنبر الله، الحق يهز الطاغي من فوق المنبر الله، ما يحتاج تبايع حيدر وانت البايقنا الله، ما يحتاج تبايع حيدر وانت البايقنا الله، ما يحتاج تبايع حيدر وانت البايقنا الله، الثوب الدين وسبحه ولحية ما حد يخدعنا الله، الثوب الدين وسبحه ولحية ما حد يخدعنا الله، اصغر شغله تكبروها الا برشوه تمشوها، اصغر شغله تكبروها إلا برشوة مشوها، تاجر صاير باسم الدين بالحق تتنكر الله، هسه حملوا سنوات زين، بس اكو مطالب مركزية وأساسية. أولا الموقف من قانون الانتخابات المحاصصة، محاربة الفساد المالي والإداري، وجود ناس بالسلطة زين تعرف شنو الهم الوطني
وتدافع عنه. للاسف الشديد لحد الان انه زين ما موجوده هاي الطبقه السياسيه اللي تحمل همها الوطني، ولذلك نشوف انه الفساد استشرى في كل مفاصل الدوله، ووصلت هاي التراكمات الى ان انتجت هاي القوه، قوه الاحتجاج بالجماهير. وراح انه نتمنى ان تتطور هذه الى ان تتغير الامور بشكل كامل من اجل العراق وبناء العراق. اعتقد هاي الشعارات اللي جاي يسمعونها خبز، حرية، دولة مدنية، يمكن هذا التعبير كلش كافي أن يصل للمسؤولين. الشعب شي يريد المواطن؟ شنو اللي يريد المواطن غير خبزة، خدمات، وعنده فرص عمل، وعنده أمن؟ كون من تطلع أنت وليدي طالع لصاحب عملك، كون أنا مطمئن ترجع لي سالم. فهاي المطالب مو مستحيلة. من 2015 ولحد الآن هاي الساحة تشهد هاي الموجات العارمة من الجماهير تنادي بهاي المطالب. مو صعبة التحقيق، سهلة التحقيق، بسيطة التحقيق. لماذا إلى متى يبقون سادين إذانهم على هاي مطالبنا؟ والله ما أدري، هاي السؤال يتوجه لهم. مطالب مو صعبة. أنا كمواطن، المواطن في عهدة الدولة، مو تمام؟ أريد آكل وأشرب وعندي أمن، ها؟ وعندي فرصة عمل حتى أعيش. أنتم من ناحية تقولون إحنا نريد نحارب الإرهاب، مو هاي البطالة، هاي جزء الوجه الثاني للإرهاب. هذا الفساد كافي، فساد كافي، طائفية. نريد قانون عادل للانتخابات، نريد مفوضية. العفو، خلال 15 عام دمر العراق، لا صناعة لا زراعة، الخدمات تم إيقافها، الجوع انتشر، البطالة انتشرت، الأمية انتشرت، عدد الأرامل أصبحت بأعداد كبيرة جدا، والأيتام بأعداد كبيرة جدا. هذا يبين بأن هذه الحكومة منذ نشوئها هي فاشلة في كل الأحزاب هذه اللي قادت العراق منذ 2003 ولغاية الآن، هي كلها حكومات فاشلة لم تخطط لهذا البلد، لم تبني هذا البلد، وإنما حرمت الصناعة دمرت، الزراعة دمرت، كل الخدمات دمرت. ماكو بعد لا بنى تحتية. إحنا علينا أن هذا الشعب هو اللي يجب أن يقود بلده. الموارد التي تأتي من جراء النفط الوحيدة هي، والدولة هي مستولية عليها، هي التي تجبي كل أموال الواردات من النفط، وتجبي الضرائب، والمسكين الإنسان العراقي عليه أن يدفع الضريبة مع الأسف. زين، وهم جالسون في أماكن مرفهين، التبريد قريب من عندهم، كل الامتيازات لديهم. نهبوا العراق، نهبوا أموال العراق، ولم يصرفوا أموال لغرض تطوير هذا البلد وتحسين الاقتصاد العراقي. أخجل عندما أرى العالم يتفرج علينا ونحن نطالب بأبسط حقوق الإنسان. لقد أساءوا إلى علي بن أبي طالب، فقد نادوا بالدين وتكلموا باسم الدين وأساءوا للدين وأساءوا إلى علي بن أبي طالب. إنهم الوجه السيء لحثالات البشر، لم يكن لهم مروعة ولا شرف ولا غيرة على الشعب العراقي. شكرا. مجرد أنه تقرير الأخير للبنك المركزي العراقي، زين، اللي انه هو اللي اعلن عن عائلات العراق من 2005 طبعا 2017 706 مليارات. هاي تكشف لك حجم الفساد. دي شنو انتجت لنا هاي 706 دولار مليارات دولار؟ هاي تنطيك صوره كامله عن النهب اللي صار بالعراق. هذا اعتقد افضل فرصه انه يرجعون الضمائرهم، يرجعون دينهم اذا عندهم دين كسياسيين، والا راح يلعنهم التاريخ ويلعنهم هذا الناس، يلعنهم لان اساءوا، وصلت اساءتهم ما تطاق يعني.
خلي يقعدون يشوفون بعدهم عقول، خلي يرجعون إلى ناسهم ويرجعون إلى دينهم وإلى ضمائرهم. هذا التجمع الغفير من قبل أبناء الشعب العراقي في ساحة التحرير التي تعتبر رمز للبطولة والتضحيات لما يقدمه الشعب في هذه اللحظة، وهي لولا معاناة الشعب العراقي من كل الأمور التي يعيشها في الوقت الحاضر وعن جهية الحكومة الفاشلة وعدم مقدرتها بإدارة أمور الدولة ووصول الشعب إلى هذا المستوى من الأمور السلبية والتي لا تخدم أبناء الشعب، فالإدانة للحكومة أولاً وأخيراً لأنها لا تستحق من الشعب أن نطلق عليها كلمة حكومة لأنها حكومة فاشلة في جميع متطلبات الحياة. أصغر متظاهر، هذا أصغر متظاهر، هذا جبته وياي خلي يتعلم شلون يزور العراق، شلون من يزور العراق حتى الطفل يطلع عليهم، حتى الطفل يطلع عليهم. كافي عاد، كافي مثل ذليتونا، الله يذلكم، جبتوا كافة الأمراض علينا، حتى الماء دجدوا فراس نشب من وراكم، الطيور باتت وهاجرت، بعد ماكو طيور، حيوانات باتت، كافي عاد، استحوا، اطلعوا، الشعب 80% ما رادكم، وما طلع انتخبكم، وهذا الاصبع اللي اقصه والله، اقصه العراق، ما يريدكم، الشعب ما يريدكم. ذليتونا الجيش هذا البطل، جيش العراقي السابق، ذليتوه والله شنو؟ حرب ايران، والله ما تدعي ابوكم يابا حتى ايران، يابا جاوبكم علينا، يابا حتى شرف ايران، يابا حتى امريكا، جاوبتكم حتى بابات يا سلسلية، لان ما تستاهلون انتوا زبالة، والله انتوا زبالة، كافة الاحزاب زبالة. وإن شاء الله ننتخب بكم، والله العظيم إذا يسألوكم نور سعيد يسألوه عم كل عراد، وإنتوا إن شاء الله تسألون على عيد أبطال الثورة بالعراق من البصرة للفاو إن شاء الله، وإحنا عليكم إن شاء الله عليكم، وما نسكت بكم والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تظاهرنا في ساحة التحرير والقوات الأمنية محاصرتنا من كل الجانب، والجو حار يعني، وإحنا الشباب طالعين بشوفنا عددنا قليل، بس هاي لو حزب منطي مظاهرة شا طلعت ترسة التحرير وكاملوها لو تابع لإيران كاملت الساحة ملي، كاملت الساحة ملي، بس إحنا مظاهرة شباب طالعين من ذاتنا، اليوم طالعين على الخدمات، طالعين على كل شيء، يعني الدكتور حيدر العبادي كل شيء ما سوانا، رئيس الوزراء كل شيء ما سوانا. يا أخي اطلع، يا أخي أنت تخاف، أنت رجال جبان، أنت ما تخاف، أنت تديرك إيران، يا أخي إيران والأحزاب تديرك، أنت تخاف يا أخي، تديرك إيران والأحزاب المحاوطين مع، يا أخي ميليشيات في الشوارع، لا شرطة، لا جيش، ميليشيات تفتر، يعني سياراتهم تفتر بالشوارع، يعني ما تعرف دولة تايهة، دولة ماكو، أحزاب ماكو. ذاك اليوم الانفجار في مدينة الصدر، شنو هذا الانفجار؟ سلاح مال الأحزاب وحاطينه في مدينة ووقعت البيوت، ويا لعوضهم، يا لطاهم، يا ما حد طاهم، ما حد عوضهم، احنا مدرسة في مدينة الصدر، والله بعد 10 سنوات يعني داوم بيها الشباب، بعد 10 سنوات أطفالنا داوم بيها، فلشوها وقالوا باقوا فلوسه، يا أخي باقوا فلوسه، يا الباكة، الأحزاب باقت، وذيك المدرسة تسمع حسك، وأطفالنا قاعدة يعني بدون مدارس، وماكو يا أخي، ماكو، أنا شباب ما عد، أنا أشتغل صحيح، بس أنا طالع شباب ماكو يا أخي، شباب متعينة ومتخرج، ماكو يا أخي، شاب متعين متخرج ما عنده يعني وظيفة، وين يروح؟ يبيع مي؟ لو يبيع جقال، مي يبيع يكتلونه، هاي إذا يبيع مي للمتظاهرين يكتلونه، هذه الأحزاب، هذا مو جيش عراقي ترى ضربنا ذيك الجمعة، هذه الأحزاب مالتهم، أحزاب تابعة لإيران وتابعة لكل الدول، هاي الأحزاب الضربة المتظاهرين، لأن مو عراقي ومو من بطن عراقية جايب. حق الوطن ينجاب، حق الوطن ينجاب.
الشعب.